فإذا بي، واسمحوا لي أن أقولها بصدق، عشرات من السنين وأنا على مقعد الدراسة لا أسمعها من أستاذ لي أن يوم عاشوراء كانت فيه مأساة الأمة الإسلامية. لماذا كانوا يخفون عنا ذلك؟ سامحهم الله، قال خوفا من أن تتأثر فتتشيع. خوفا، هل تخبأ الحقائق خوفا من المذاهب؟ هل نكتم الحقيقة حتى لا نقوي مذهبا على مذهب؟ دعونا من ذلك أيها السادة، فقد مضى زمان يستعمل فيه الدين متكئا لسياسة الأشخاص، وقد مضى الزمن الذي يستغله من سمي بأمير المؤمنين ظلما ليعيث في الأرض فسادا. فما أمير المؤمنين إلا رجل أقام ميزان الحق عليه أولا، ووزن نفسه بالشريعة ثانيا، ووضع ميزان الإسلام عليه وعلى أسرته ثالثا، فهذا أمير المؤمنين. أما أن يكون أميرا ببيعة تؤخذ قهرا، أو بانتخاب يؤخذ تزويرا ورشوة، فهذا ليس أميرا لأحد، إنما هو أمير هواه ونفسه وشهواته. حقيقة يجب أن أعلنها.